بحكم اني بشوف سرطان الرئه، هو سرطان الرئه للاسف باغلب حالاته غير قابل للشفاء، فاحيانا تمر عليه حالات بفعل مؤثره. كيف نحن نسهل انه المرضى يتشافوا؟ وانت برايك انه حنعمل مثلا عياده؟ المشروع هو اطلاق حمله مسح مبكر عن سرطان الرئه. هذا المسح المبكر هو موجود بكل انحاء العالم. بسوريا نحن نعتقد انه العالم رح يستفيدوا منه اكثر، لانه نسبه التدخين منتشره اكثر، والتدخين هو السبب الرئيسي في سرطان الرئه. يستحق الشعب السوري انه يكون موفر له مسح مبكر عن سرطان الرئه. بنتوقع انه ان شاء الله اذا المرضى عملوا المسح انه نقدر نكشف اغلب الحالات اللي نكشفها تكون مرحله مبكره وليست مرحله متقدمه، يلي هي ممكن الشفاء منها بشكل كبير. هلا اذا بتشوفوا هون من الصوره على اليمين هن النساء الوفيات من السرطان. اذا المريض عمره 50 سنه او اكثر، اذا بيدخن بما يعادل 20 باكيت سنه، يعني باكيت باليوم لمده 20 سنه او باكيتين باليوم لمده 10 سنين او اكثر من ذلك، فهذا المريض مؤهل لحتى يعمل مسح مبكر. المسح المبكر هو عباره عن فحص سريع جدا عن طريق اله الطبق المحوريه اللي هي الموجوده في واحد مشفى الزراعه، والثانيه اعتقد انه مشفى المركزي. مركز للاقلاع عن التدخين يكون متوافر منه بدائل صحيه مثل النيكوتين جام او مساقات النيكوتين، حتى المرضى يقدروا يتعاونوا، مو بس نحن نكشف المرض. الهدف الاساسي هو تقليل نسب الاصابه بسرطان الرئه، ولكن ايضا الهدف الثاني المهم هو الكشف الباكر والعلاج الباكر والشافي للسرطان الرئه. هذا المشروع هو قائم عليه منظمه سامز. المبادره اطلقوها لجنه الاورام في سامز. فالاطباء السوريين الامريكان الموجودين في امريكا اللي هن اعضاء مؤسسه سامز هن اللي اطلقوا هاي المبادره، والمشروع والبرنامج راح يكون بتنفيذ سامز، وايضا طبعا بالشراكه مع مديريه صحه ادلب. في نقط مهمة الحقيقة أثيرت، لأنه دائما أنت لما بتعمل تصوير طبقي محوري مشان الكشف المبكر ففي عدة شغلات لازم تفكر فيها. مثلا لقيت شيء على هالتصوير، فنحن بدنا نعمل جهدنا انه يكون في تسهيلات للمرضى، لانه هن يشوفوا الاطباء المختصين، بحيث انه هل العقد او هالافات اللي تكتشف بالرئه يكون في لها متابعه جيده، سواء من أطباء الصدرية أو أطباء الجراحة، لنتأكد أنه يصير تشخيص دقيق وتتعالج على هالأساس. ضمن مشفى إدلب مثلا مشفى الزراعة في عنا، ضمن مشفى العيادات ومركز العيادات التابع لمنظمة سيما، أنه نحن إذا عملنا هالتصوير هذا كيف بدنا نتابع المرضى؟ كيف بدنا نحاول أنه كل المرضى أو أكترية المرضى اللي بتنطبق عليهم المعايير أنهم يعملوا هذا التصوير، وكيف بدنا نزيد الوعي بهذا الموضوع؟ فالحقيقة في عدة نقاط، يعني طبعا هلأ اليوم كانت محاضرة مبدئية، الدكتورة سوسن أثارت نقاط كتير مهمة، بس نحن بنعرف بأنه أي حملة مثل هاي حيكون في إلى متابعة بعدين، لأنه أكيد في حتمرق علينا عوائق، وفي شغلات تانية حتجي بالمستقبل حنلاقي انه هي لازم تتطور مشان ناخذ افضل النتائج. الهدف هو معالجة المرضى.